معنا سامر جابرو. أهلا وسهلا فيك معنا بفوشة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بفوشة وبكل متابعين. اليوم بدنا نبارك لك على إطلاق أغنيتين جداد، وبدنا نشكرك على هالجمعة الحلوة اللي خصيت فيها الصحافة وأهل الفن. ألف مبروك، خبرنا أكثر عن الأغنيتين. الحقيقة هدول الأغنيتين هن سبقتهم أغنية أو الرقصة، وهن الأغاني اللي إجوا هلأ، ورح يكون في كمان أغاني من الألبوم، لكن أنا عم بصدر الأغاني بالتدريج مشان كل أغنية تاخد حقها. أغنية كل عام وأنت بخير هي أغنية كتبتها من تقريبا 3 سنين، هي كلماتي وألحاني، توزيع روي توما، ميكس وماسترينج فادي جيجي. الأغنية يعني عنوانها بيحكي عنها، يعني إذا بعطيكي وقت بقلك عيدي حدا بتعزيه لمدة دقيقة بتقولي نص كلماتها، فيعني مهضومة، ستايلة جديد مختلف عن أغنية الهابي بيرثدي المعروفة، بدعي العالم نتابعها على قناتي على اليوتيوب. أغنية تانية هي أغنية فولكلوري، يعني من يعني توحي بالفولكلور بحدث جميل اللي هو الحنة، الحناء اللي بنحتفل فيها بكل العالم قبل العرس، قبل الأفراح يعني. فالأغنية من كلمات الشاعر جاك إبراهيم، ومن ألحاني، توزيع كريس ميكاليان وتسجيل ستوديو دريمز وميكس وماسترينج فادي جيجي. أغنية الحنة يعني، والليل الليل الحنة، عروستنا من الجنة، صبايا ترقص وتدور وترش عطور وبخور، اليوم التم الأهلية رقصوا غنى للصبحية، إن شاء الله هالفرحة تنعاد عقبال العزابية. سلام، دائما يعني هيك بتقدم لنا اغاني للافراح كثير حلوه، ومرافقتنا فينا نقول بكل الافراح الا ما تكون موجوده. اليوم بدنا نسالك عن الكليبات اللي بتصدرها، دائما في قصه في حكايه، هل ممكن يوما ما نشوفك بالتمثيل؟ للحقيقه انا مره مثلت فيلم اسمه عراء السكر، بس بيحكي عن حاله اجتماعيه يعني خصوصيه. انا جدا بحب التمثيل للحقيقه، وبتوقع انه بنجح فيه، لكن المهنة صعبة يعني، ما بعرف إذا بدي امتهنها، السهر والفئة والانتظارات والأكيد الحروب اللي بواجه الإنسان لوقت ما يوصل. بدي أقولك إني بآمن بالاختصاص، بحب إني أنا مغني، قد إنه فيني أمثل يعني شيء بيشبه حالتي، بيشبه مرحلة من حياتي يعني كطلة، لكن إني حارب لحتى أصير ممثل أي ما بدي. سامر كابرو غنيت بعدة لهجات، يعني سورية وعربية، اللهجة العراقية، اللهجة الخليجية، شو بتحس أكثر لهجة تركت أثر عند الجمهور، أكثر شيء تفاعل معه؟ أكثر أغنية أثرت بقلوب الناس إن كانت خليجية أو عراقية أو شو من كان، أنا عاشق لها، وأنا عاشق اللغة واللهجة من خلال صدق مشاعر هذه الأغنية. يعني مثلا أنا في أغنية لراشد الماجد بموت عليها اسمها يسألوني ليها حبك، يسألوني ليها حبك، حب ما حب بشر، وليه انتي في حياتي شمسها وانت القمر، وليه صوتك ليه وصل صحراي يملاها الزهر، علميهم يا الحبيبة، آه يا أغلى حبيبة. اليوم بغياب شركات الإنتاج بسوريا، وهذه المشكلة صارت معروفة للكل، لأي مدى قدرت أنت تحقق طموحك بجهدك الخاص؟ الحقيقة أنا دايما في عندي إصدارات من زمن ما بلشت لليوم، وهالإصدارات عم تلاقي استحسان ومتابعة من المتابعين على المنصات، ف يعني ما عندي مشكلة مع شركات الإنتاج. يعني هذا الموضوع يعني سبق وحكينا عنه من قبل كتير، أو انحكى فيه كتير، لكن بالنتيجة الفنان الناجح هو موجود بشركة إنتاج وبدون شركة إنتاج، لكن شركة الإنتاج أكيد بتضخم وبتزيد وبتوصل أكثر. المغني السوري اليوم لحتى يصير نجم شو بينقصه؟ هذا السؤال بدي 10 مقابلات إذا بدك، مو ريبورتاجاتني جاوبك عليه. النجم هو كاريزما، هو ثقافة، هو نعمة من الله هدية، هو شغل كتير على حاله، هو تحالفات، هو علاقات، هو دراسة لنفسيته، هو سوشيال ميديا هلأ عم نحكي، ذكاء قوي، ولازم يكون كمان غبي، يعني لازم يكون ذكي ويعرف أيمتى يكون غبي، لأنه إذا كان دايما ذكي مصيبة،
بيفوت بكل الحيطان بعدين. إذا قرر سامر كابرو يعمل ديو، مين بيختار؟ مين الصوت اللي بيلائم صوته؟ ريم السواس، ساريا السواس، ميريام فارس. هلا أنا صوتي، نبرة صوتي للحقيقة بتروح على أكتر من مكان، عرفتي كيف؟ بس بحب إنه غني مع ناس بيغنوا ستايلهم غيري مختلف. يعني أنا ما بحب غني مع شخص بيغني نفس أسلوبي، لذلك المغنيات بغني شعبي أنا بيستهوني يعني غناءهم. سامر كابرو مستقر بأوروبا، فينا نقول شو أكتر شيء اكتسبته من هاي الغربة ومن أوروبا؟ الثقة بالنفس، الإصرار، الإيمان، تمام، وقبول الآخر بما فيهم قبول النفس على ما هي عليه. خبرنا اليوم بالنهاية عن علاقتك بالسوشيال ميديا، هل سبق وتعرضت لتنمر عبر السوشيال ميديا؟ كيف تتعامل إذا تعرضت لتنمر؟ دايما بتعرض لتنمر من كتر المحبين، لأنه إجباري، بس يكون في محبين بده يكون في كارهين. بتمنى أنه سب كل حدا بيسبني، عن جد ما بمزح، بتمنى سبه يعني مو بس مثل ما هو سبني، أكتر كمان، بس لأني محترم نفسي ومتربي ما بعملها. سامر كابرو نورتنا عبر فرشة، شكرا كتير لإلك. شكرا لك، أهلا وسهلا. حتى وانت بعيد كل يوم حبك بيزيد، بتمنى بعانك الجديد تبقى انت بخير، كل عالم من الحب انت اطيب قلبي حتى بالوقت الصعب، كل عالم